هذه النشرة برعاية كاستربول اس اي موبلر دينتالي. السويد قد تطلب المساعدة من الناتو لإخماد الحرائق، ولوفين يصف الوضع بالخطير. تراجع مستويات البطالة في البلاد إلى 6.2%. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس. قال رئيس الحكومة ستيفن لوفين إنه من الممكن أن تطلب السويد الدعم من حلف الناتو لمساعدتها في إخماد الحرائق، وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن خطر نشوب حرائق جديدة مرتفع، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية والالتزام بحظر إشعال النار في الهواء الطلق. هذا ووسعت الحكومة السويدية من صلاحية مؤسسة الطوارئ والدفاع المدني، وذلك لطلب المساعدة في مكافحة حرائق الغابات الواسعة التي تشهدها البلاد. وتقرر أيضا تقديم أنواع مختلفة من الدعم للبلديات المتضررة والجهود التطوعية. هذا وبدأت الشرطة السويدية اليوم تحقيقا في بلاغ وصلها حول قيام 5 أشخاص بخلق قانون حظر إشعال النار الساري المفعول في جميع أنحاء البلاد، لتكون بذلك أول قضية من نوعها منذ صدور الحظر. ووفقا لصحيفة سفنسكان، فإن شخصا اتصل بالشرطة للإبلاغ عن 5 أشخاص كانوا يقومون بالشواء في جزء من الغابة في بروبي شرق يونغي عند 4 من فجر هذا اليوم. وتطبق سكونة منذ يوم الاثنين الماضي حظرا على الشواء في الأماكن العامة. كما ذكرنا، هذه القضية مشاهدين هي الأولى من نوعها التي يتوفر فيها لدى الشرطة أدلة ملموسة حول قيام أكثر من شخص واحد بخرق الحظر. إلى شأن اقتصادي هذه المرة، فقد سجلت نسبة البطالة في السويد تراجعا خلال شهر حزيران يونيو الماضي لتصل إلى 6.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث كانت حينها عند مستويات 7.2%. وبحسب مؤسسة الإحصاء المركزي، فإن الأرقام الجديدة هذه تشير إلى تراجع البطالة بنحو 4000 شخص. وقد ارتفعت نسب التوظيف في الشهر المذكور أي حزيران يونيو بمقدار 68,000 شخص، ما يعادل نسبة 69.7% عن ذات الفترة من العام الماضي. أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه معهد نوفوس لشهر تموز يوليو الجاري قبل شهرين من الانتخابات العامة السويدية، أن شعبية حزب اليسار سجلت ارتفاعا هو الأعلى منذ 12 عاما، كما ارتفعت شعبية حزب البيئة إلى مستويات لم يشهدها منذ أذار مارس العام 2016. وأظهر الاستطلاع الذي أجري لصالح التلفزيون السويدي أن شعبية اليسار وصلت إلى 10.1%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي حصل عليها في انتخابات العام 2014 عندما كانت عند مستويات 5.7%. كذلك حصل حزب البيئة على شعبية بلغت 5.7%، وهي أيضا أعلى نسبة يسجلها منذ أذار 2016. بلدية إسكليستونا عادت وأكدت تصميمها على تنفيذ قرار كانت اتخذته يشترط على المتسولين الحصول على تصريح بالتسول، الأمر الذي فتح باب النقاش مجددا حول هذه القضية. ووصف رئيس الحكومة ستيفن لوفين في وقت سابق قرار البلدية بأنه مثير للاهتمام. وكانت البلدية قد اتخذت قرارا بذلك، إلا أن الهيئة الإدارية لمقاطعة سودرمان لاند ألغت القرار بسبب ما اعتبرته عدم وجود دليل على أن التسول يسبب إزعاجا للسكان المحليين. أخيرا مشاهدينا، ذكرت وكالة الأنباء السويدية أن أطول خسوف للقمر ستشهده السويد في هذا القرن سيحدث يوم غد الجمعة. ونصحت الوكالة الراغبين بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية برفع أعينهم إلى السماء يوم الجمعة، حيث يمكن الاستمتاع أيضا برؤية كوكب المريخ بوضوح الذي لم يكن قريبا جدا من الأرض بهذه الطريقة منذ 15 عاما.
وأوضحت أيضا أنه يمكن للشخص رؤية الظاهرة بشكلها الكامل إذا كان الطقس جيدا، وهو ما تعيشه السويد هذه الأيام. ماذا في أخبار الطقس ليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.